من الأخبار اللي كانت حديث العالم كله خلال الأسبوع ده، وكانت الأخبار المتعلقة طبعاً بانتقال لاعبنا العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للدوري السعودي وتحديداً لنادي اتحاد جدة السعودي. وانتشرت إشاعات بشكل قوي جداً أن صلاح خلص كل شيء ومضى مع النادي السعودي ووافق على العرض الخيالي اللي تقدم له، وده اللي خلى جماهير ليفربول ترفع عدد من اللافتات خلال مباراة الفريق الأخيرة بيطالبوا فيها صلاح بأنه ما يسيبش الفريق. وطبعا ده غير تعليقاتهم على صفحته الشخصية على الإنستجرام واللي كانوا بيطالبوا فيها بنفس الشيء. الموضوع ما وقفش لحد الجمهور، لكن كمان الصحافة العالمية كلها ما كانش ليها حديث غير عن الموضوع ده، لدرجة أن الصحفيين بعد كل ماتش تقريبا كانوا بيسألوا يورجن كلوب المدير الفني للفريق عن محمد صلاح، ولكنه في كل مرة كان بيأكد أن صلاح مكمل مع الفريق. والحقيقة أن استمرار محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي بيفتح قدامه الباب أنه يحطم عدد كبير من الأرقام القياسية ويبقى واحد من أساطير النادي العريق والدوري الإنجليزي.